السنوات الأربع القادمة بالنسبة لإيران ستكون صعبة وخطرة جدا. إذا ما ننظر إلى من الذي قام بتعيينه، السيد روبيل ماركو من فلوريدا أحيانا، والذي هذا واضح أصبح للجميع، السيد وولز هو وزير الأمن القومي، والسيد هاكوبي كسفير لإسرائيل، كلهم ضد إيران، مساندين لإسرائيل وكذلك ضد إيران، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعتقد أنك محق، إيران تنظر إلى طريقة ما من أجل أن تعرف دور دونالد ترامب كمفاوض وعاقد للصفقات، ولكن المشكلة لطهران أحمد هو أن أي صفقة سيقبل بها ترامب ستكون على أن تستسلم إيران، أن لا يكون هناك تخطيب لليورانيوم، وعليهم أن يوافقوا على أن لا يقدموا أي دعم لحزب الله ولا للحوثيين، وبعض الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، التعديلات بهذا الشأن. فالصفقة التي يتوقعها السيد ترامب هي تقريبا استسلام كامل لإيران، وأنا لا أعتقد أن طهران ستوافق على ذلك.